أيدت كل من المفوضية الأوروبية والولايات المتحدة قرار كندا حول مسألة إعادة توربينات خط أنابيب الغاز نورد ستريم الروسية إلى ألمانيا. وقال ممثل المفوضية الأوروبية يوهان سيرك أن المفوضية كانت تراقب هذا الوضع عن كثب، مشيرا إلى أن هذه العودة يجب أن تزيل أحد الأعذار للحد من إمدادات الغاز. من جانبها قالت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن تدعم قرار السلطات الكندية بإعادة التوربينات الخاصة بشركة نورد ستريم إلى ألمانيا.